السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شبابنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. النهارده ان شاء الله احنا كده في يوم ترفيهي معزومين عند الحاج عبدو عبد الله بمناسبة ان هو كمل المئة ألف مشترك وعمل لنا غدوة وكده، وده شرف لينا طبعا ان هو ايه يعني افتكرنا ودعانا. ربنا يسهل لنا الحال يا رب ونقضي يوم معاه. طبعا الراجل دوت دايما في الكواليس بتاعت الحاج عبده، ده بطل القناه الحاج رضا. حبيبي يا عم رضا، الله يخليك يا رب. ومعانا برضه طيب المحترم عم سامي الحاج عبده. عقبالك يا حبيبي، الله يبارك في عمرك. ازيك يا عم سامي؟ عقبالك يا حبيبي، ربنا يحفظك يا رب ودايما منورين الدنيا كلها ان شاء الله بامر الله تعالى. منورين الدنيا كلها يا عم سامي حبيبنا الحاج عبده، شرف لينا ان حضورك النهارده والله. الله يحفظك يا رب ويصلح حالك وحالك يا رب، ربنا يجعلك دايما خير يا رب. ربنا يخليك يا رب، وشكرا على العزومه دي. ربنا يخليك ان شاء الله نقضي يوم من احلى ايام. ربنا يخليك. هو ده والله يا جماعه اول تجمع بكميه صيادين بالشكل ده كده، وانفراد للحاج عبده عبدنا يعني. هو دايما شباك بالخير، شرفتونا والله. الله يحفظك يا رب يا عم الحاج، ربنا يكرمكم يا رب حبيبي. شرفتونا يا رب دايما في نجاح يا رب. استاذ سامي اتفضل يا عم الحاج. احنا قلنا من فتره الحاج عبد يعني هو رقم واحد والله يا جماعه، وده ما يزعلش حد. ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هيفضل يقول لك حاجه، فكلنا اخوات وحبايبنا والجمهور فاهم ان شاء الله بيمس عليك والله، والناس كلها فرحانه لك، والواد اللي انت عامله معانا ده والله العظيم معاك. احنا عايزين الصف الثاني يكبر على يا جماعه، كل جمهور الله يخليك يا رب. لو شايفين يا جماعه الجو ما شاء الله يعني الجو احتفالي جميل اهو. استاذ اسلام اهو اصحاب القنوات ورقتين حبيب، ماشي هنقعد اصلا حبيب حبيب. يلا اهي ده دلوقتي افهمها وكل مكان ايه يا حبيب ده بقول لك ورقتين البوزبوس. سيبوا الاستاذ محمود عنده حاجه. حبيبتي عامله ايه؟ الله يكرمك. يلا ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في جنته زي ما مجمعنا في دنيته كده ان شاء الله. والقعده دي يعني ما تتقدرش بمال والله يا جماعه، ان الحب والاخاء اللي الناس متجمعه عليه هنا، ودي كلمه الفيديو يعني ان احنا حابين بعض هنا لله يعني، ما بنحبوش بعض عشان مصلحه ولا حد جاي هنا عشان حاجه، ولكن ان احنا بنحب بعض في الهوايه الجميله دي. ولذلك لو الناس ربنا سبحانه وتعالى ان هو يالف بين قلوبنا باذن الله. طبعا اللي بيصور لي اخويا صلاح عبد الله، هات صلاح عشان هات الملح يا اخي قدامنا اهو. جميلك حبيبي، امين عم سامع حكم رضا تمام. الدرع ده يا جماعه بتاع كل الناس، بتاع ال 150 الف مشترك اللي معايا. انا بشكركم كلكم يا جماعه على دعمكم لينا وعلى وقوفكم معانا في القناه، وان شاء الله القناه هتستمر بيكم ان شاء الله بامر الله تعالى. انا مش هقصر والله، اللي ربنا هيقدرنا عليه بمنتهى المصداقيه وبمنتهى الحب انا هعمله مع حضرتك. ده درع يا جماعه كنا نستحقه من شهر 8. اخرت الدرع علشان خاطر عيد ميلاد القناه نحتفل بيه مع بعض. ده الدرع يا جماعه، اللهم صل على النبي ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. وكل الناس تاخد الدرع ده. بتاع كم واحد ده يا باشا؟ ده الدرع ده يا جماعه انا مقدره النهارده كنوع من المفاجاه بعد اذن حسين محمود خد الكاميرا الثانيه منه. تعالى يا رضا لو سمحت، تعالى يا رضا لو سمحت، تعالى يا رضا. الدرع ده يا جماعه انا بهديه لاخويا وحبيبي الجندي المجهول الاستاذ رضا السماح. صلاة على النبي، صلاة على النبي. استاهل كل خير يا حاج رضا. الراجل ده يا جماعه شايل 90% من شغل القناه، وانا بهدله الدرع ده. عقبالكم كلكم يا جماعه، يا ريت بقى كلنا واحد واحد نصور صور فوتوغرافيه مع الدرع، لان انا هبعت الصور لكل واحد في بيته. فيا ريت يا جماعه عايزين واحده جماعيه برضه، احنا في حالنا كده واحده جماعيه حبيبي. الو يا عم عبده، تعالى بقى يا عم عبده ما
مع عبد. تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا الواسع. تعالى في الواسع بقى هنا. ماشي تعالى في الواسع هنا. ماشي يا محمود. ماشي. اول استفتاح لينا كده بعد الغدا بتاع الحاج عبده ده يا جماعه. ربنا كريم. حته كف هيت من على النوباريه. قاعد انا واستاذ ميسره وصلاح عبد الله. الله كريم. خليكم معانا برضو احنا شغالين لعل المولى يعني ايه يكون متسبب لنا اسباب رزق. الله كريم. دي حته ملطوشه اهي كمان يا جماعه. الله كريم. يا مسهل الحال يا رب. دخل علينا السلطاني المقاس ده كده. كمان حته اهي شرايه صغيره. وعم صلاح بيطعم لنا المصراق. بياضة يا جماعة معقولة اهي. يا مسهل الحال يا رب. في اليوم برضو بتاع الحاج عبدو عبد الله. يا كريم يا رب. كركور كمان اهو يا جماعة. حاجة رومي هيئت. يوم الحاج عبدو عبد الله. الله كريم. يا مسهل الحال يا رب.